أما هلأ مشاهدينا بنروح لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، واليوم محطتنا الأولى مع عالم طب وطب الأطفال. العديد من العيوب الخلقية ممكن تصيب الجهاز البولي عند الأطفال، بس المشكلة أنه كثير من الأهالي ما بينتبهوا لهي الحالات، ممكن يكون انتباههم بمراحل متأخرة. في كثير من العيوب الخلقية عند الجهاز البولي عند الأطفال، بدنا نسلط الضوء عليها، كيف بيتم علاجها، وإذا تم الكشف المبكر قديش ممكن نتخطى هي المشكلة الصحية عند كثير من الأطفال. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور عدنان حسامي، أخصائي جراحة أطفال وجراحة بولية عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. بالبداية هيك خلينا نضوي، شو يعني تشوهات خلقية؟ كيف الأهل ممكن يكتشفوها عبكير؟ هل بتبين وقت بيكون في من الجنين وقت بيكون ببطن أمه، ولا وقت بيخلق، وبعد قد ايه وقت؟ هلأ التشوهات الخلقية عند الجنين تكشف الآن من خلال الإيكو أثناء الحمل، وكثير من تشوهات الجهاز البولي خاصة ممكن الواحد يكشفها باكرا وبالأشهر الأولى، وهذا بيخلي يكون في استعداد بالعائلة وبالجهاز الطبي اللي عم يشرف على الحامل انه يستقبل هذا الوليد اللي عنده تشوه بالجهاز البولي بشكل صحيح، ويدبر الامور بالسرعة الممكنة، لانه في كثير من التشوهات البولية اذا اهملت تؤثر على الجهاز البولي بشكل نهائي، وقد انه يكون إصلاحها بالمستقبل كتير صعب. هلأ خلينا نحن نقسم التشوهات البولية عند الأطفال لقسمين، قسم داخلي اللي هو يتناول الكلية والحالب والمثانة، وقسم خارجي اللي هو القضيب والخصيتين، وعند البنات المهبل و المنطقة المهبلية العانية. هلأ التشوهات الداخلية ممكن الواقع الواحد يعني يكشفها مثل ما حكينا أثناء الحمل بالإيكو، بشوف إذا في توسع بالكليتين، توسع بالحالبين، في كيسات بالكلية، المثاني شو وضعها، هل هي واسعة، هل هي فارغة، في شيء عندنا اسمه انقلاب مثاني، بتكون المثاني مفتوحة على جدار البطن. هذا من التشوهات بصراحة اللي كتير معقدة وكتير صعبة، واللي إصلاحها يتطلب أحياناً أكثر من مرحلة. التشوهات الخارجية يجب أن تكشف باكراً جداً أثناء الولادة من قبل طبيب النسائية والتوليد. لازم دائماً ينتبه لها المنطقة، و إذا في أي إشكال وجه الأهل باتجاه يشوفوا طبيب أخصائي في جراحة الأطفال مشان تقييمه ومشان تدبيره بالوقت المناسب. طيب دكتور، خلينا بالبداية نحكي عن فينا نقول التشوهات الخلقية للجهاز التناسلي عند الأطفال الشائعة أكثر شيوعا. يعني في كثير يمكن للأسف ما في ثقافة الواسعة عند كثير من الأهل، بيكتشفوا بمراحل متأخرة، وهي اللي أشرنا عليه من البداية، لأنه اكتشاف المشكلة الصحية من البداية بوفر على الأهل مرحلة علاج طويلة وعناء على الطفل. شو هي الأكثر فينا نقول التشوهات الخلقية التناسلية شيوعا عند الأطفال؟ هلا كمان مرة تانية راح نقسمها للقسم المؤثر على الحياة وعلى حياة الطفل، اللي هي التشوهات الداخلية اللي بتتناول الكلية، اللي مثلا استسقاء الكلية أو الحالب العرطل أو المثانة العصبية، هي يجب أن تكشف أثناء الحمل ويجب أن تدبر باكرا ما أمكن، يعني في الساعات الأولى من الولادة. هي بعتقد يعني تدبيرها يعني غير ممكن الآن نتناوله. خلينا نتناول الشغلات الآن، التشوهات الخارجية للجهاز البولي التناسلي اللي لازم الطبيب يشوفها مثل ما حكينا أثناء الولادة، ويجب الأهل ينتبهوا لها. نبدأ مثلا بتشوهات الإحليل. القضيب في عنا شيء اسمه إحليل تحتي، يعني وقت بتكون الفتحة البولية مانا موجودة في مقدمة القضيب، عم نحكي عن الذكور، وهذا بسموه الإحليل التحتي، طبعا هو درجات. أحسن وقت لتدبير هؤلاء الأطفال اللي عندهم تشوهات بالإحليل اللي هي إحليل تحتي
هو دائما حوالي نهاية السنة الأولى من العمر. التشوهات البسيطة تدبر بمرحلة واحدة، التشوهات الأكثر تعقيدا بدها أكثر من مرحلة. التشوه الثاني اللي ممكن نحن دائما ننتبه له موضوع الخصيتين. في عنا دائما شيء بسموه عدم نزول الخصية، يقال عنه بشكل شائع خاطئ الخصية الهاجرة، اللي هي الخصية اللي ما أكملت رحلتها الجنينية من عند الكلية مرورا بالبطن مرورا بالفوهة الإربية لتستقر في كيس الصفد. فالخصية اللي ما بتنزل وبتسكن بكيس الصفن بالنهاية وتبقى معلقة إما بالبطن أو بفوهة القناة الإربية أو بمدخل الصفن، هي بسموها خطأ الخصية الهاجرة، هي عمليا الخصية غير النازلة. هلا أيضا بصير في خطأ كبير أحيانا بتدبيرها، يجب أن تدبر باكرا ما أمكن. كانوا ينتظروا لعدة سنوات من العمر، لا هذا خطأ جسيم. نحن لازم نعرف إنه الخصية بعد السنة الأولى من العمر إذا لم تخرج من حرارة البطن وتسكن الصفن راح تتأثر الوظيفة تبعها. الخصية إلى وظيفتين، الوظيفة الأولى هي إنتاج الهرمونات الذكرية، والوظيفة الثانية هي إنتاج النطاف المسؤولة عن موضوع اللقاح والتناس والإنجاب. هلا اللي راحت اذا الخصيه بقيت بعد السنه الاولى من العمر معرضه لحراره البطن اللي هي اعلى من حراره كيس الصفن بعده درجات، تعرضها لها الحراره لاكثر من 12 شهر من العمر يؤثر على الوظيفه الانتاجيه التي هي وظيفه انتاج الحيوانات المنويه. لذلك دائما قبل نهاية السنة الأولى من العمر يجب أن تكون الخصية نزلت من البطن واستقرت وثبتت في كيس الصفن. هذا كثير مهم الواقع بنلفت له نظر الأهل ونظر بعض الأطباء. نعم بيتم معالجة جراحية. المعالجة بالخصية اللي ما نازلة بالـ190 هو بالجراحة. لا أحيانا نحن بالخصية اللي بسموها الخصية النطاطة أو الخصية النواسية منجرب أحياناً أنه نعطي قبل السنة الأولى من العمر علاج هرموني لمدة 6 أسابيع ومنشوف إذا الخصية نزلت واستقرت بالكيس فبيكون مش الحال، وإلا الجراحة مستطبة. نعم دكتور، يعني دائما بيقولوا او بيحكوا الاهالي انه التشوهات الخلقيه او العيوب بجهاز التناسلي عند البنات هو اصعب من عند الذكور وعلاجه اصعب، ومرحله العلاج او المرحله الجراحيه هي بتكون يمكن طويله الامد اكثر والنتائج بتكون كمان طويله. خلينا نوضح هي النقطه، هل صحيح او الاثنين الذكور والاناث هنن يمكن نفس النتيجه فينا ناخذهم كاطباء؟ هلا نحن ما بصير نحط كل العيوب الخلقيه بسله واحده، كل حاله طبعا تماما، كان الذكور ام الاناث كل واحد بيناتهم عنده تشوه، احيانا قد يكون شديد جدا وتدبيره معقد، وقد يكون اجراء بسيط جدا وتدبيره سهل. يعني على سبيل المثال عند البنات موضوع عدم انثقاب غشاء البكاره، يعني احيانا بيولدوا بنات الغشاء البكاره ما هو مسقوب، لذلك الرحم بيكون مجمع سوائل كميات كبيره، واحيانا يشخص خطا على انه في كتله بالبطن. هلا هذا تدبيره بسيط، خزع غشاء البكاره احيانا بدون تخدير او بتخدير بسيط جدا جدا يفرغ الرحم من محتوياته ويحل المشكله نهائيا. المشكله المقابله المعقده عند البنات هي مثلا بسموها المتلازمه الكظريه التناسليه، اللي بيكون في عنا فوهه المهبل مع فوهه الرحم هن فوهة واحدة، ويكون هدول كتير ملتبسين بالذكورة أو الأنوثة. يعني وقت بيولد هذا الطفل يصعب أحيانا على الطبيب وحتى الأخصائي
انه يتخذ قرار انه هذا الطفل ذكر ام انثى. هلا بنسميها هي الخنوسه، او التعبير الاصح الواقع هو عدم وضوح الاعضاء التناسليه. هلا هدول يجب ان يدبروا باكرا ما امكن لسببين. اولا سبب اجتماعي، يعني الاهل كثير بيكونوا مربكين، شو بدهم يقولوا للاهل والجيران والاقرباء انه اجاهم ذكر ولا انثى. ف هينا يمكن حالات اكثر شيوعا بنلاحظ، قبل ما كان هيك العالم تحكي عنها، هلا صار في ثقافه اوسع، يعني بتلاقي الموضوع عم يقدروا فيه. كان يعني خجل قبل، بتلاقي الاهل بيتاخروا لياخذوا ابنهم استشاره طبيه، اليوم عم نشوف الموضوع مختلف نوعا ما. هلا للاسف لا يزال عم يجينا اطفال عمرهم سنوات متاخرين كمان، وهن لنفرض مربيينهم على انهم ذكر وهن عباره عن انثى كامله متكامله، عندها رحم، عندها مبيضين، ولكن مظهرها الخارجي هو اقرب للذكوره. وهي كان ممكن اصلاحها باكرا، ووضع منذ البدايه بطريق الانوثه. طب دكتور خلينا نركز على الحاله، هل هي بتنحل بالادويه؟ هل فينا نعطي رضيع دواء او طفل دواء، ولا لا لازم عمل جراحي؟ هلا اكيد هدول بدهم تدبير جراحي بالاضافه للهرمونات. هدول اول شيء يجب ان يشخصوا، التشخيص طبعا بيكون باجراء الصيغه الصبغيه، يعني الكروموزومات، مشان نتاكد انه هي اكس اكس ولا اكس واي. اثنين، لازم تنفحص الاعضاء التناسليه الخارجيه تبعها، لازم ينعمل لها ايكون، شوف في مبيضين ولا لا. فوقت نحن بنقول انه هي عباره عن بنت وهي عباره عن متلازمه كظريه تناسليه، فهي تدبيرها جراحي 100%. صحيح. والتدبير لا شك انه معقد، انه اكيد بده خبره واسعه، ولكن نحن عم نحل مشكله هالبني ادم بشكل كامل، وعم نحطه بالطريق الصح بالنسبه لموضوع الجنس. كثير صعبه اجتماعيا. صحيح. وطبيا انه يجينا طفل عمره 4-5 سنوات، مربى 4-5 سنوات على انه ذكر وهو انثى مشوهه، وكان ممكن اصلاحه جراحيا. طبعا لا يزال بعمر 3 سنين و4 سنين ممكن طبعا، ولكن صدمه كبيره للمحيط العائلي للطفل. صحيح. انه نقول لهم والله هذا الطفل طلع بالنهايه انثى. هي حالات بتبين بالمرحله الجنينيه، ولا هون يكون في سوء تشخيص؟ هلا بالمرحلة الجنينية ممكن انه يكشفوا انه في تشوه بالجهاز الظاهري، الجهاز البولي التناسلي الظاهري. اوكي. بس الاهل الاكيد انه بعد الولادة مباشرة طبيب النسائية بمساعدة طبيب الاطفال، بمساعدة جراح الاطفال، فينه يقول لهم انه هذا الطفل غالبا هو عنده عدم وضوح بالاعضاء التناسليه، هيك الاسم العالمي تبعه، بين قوسين خنوسه، ويجب ان يدرس هذا الطفل بالسرعه الممكنه خلال ايام من خلال تحليل هرمونات، من خلال الكروموزومات. فينا نقول الى حد بعيد انه هذا الطفل هو ذكر مشوه بده اصلاح، او انثى مشوهه بده اصلاح. بس على الاقل نحن بنكون قلنا لهم للاهل انه شو بدنا نسميها وشو اجاهم، صبي ولا بنت. هذا بسموه المتلازمة الكظرية التناسلية، وهي اللي اصلاحها الجراحي بصراحة دقيق جدا، وايضا كان يتاخر جدا بتدبير الجراحي. نحن هلا دقيق جدا، بس هو يعني بنقول سليم يعني 100%. هلا اذا هي مثلا انثى، انا عندي كثير مثلا اطفال أجرينا لهم جراحة قبل 15-20 سنة، كانوا أيضا ظانين أنه هن عبارة عن ذكور، هلأ هي عبارة عن أنثى متكاملة ظاهريا، عند مهبل جيد جدا، قابل للحياة الجنسية بشكل كامل. في عنا طفلتين، واحدة من القامشلي وواحدة من حلب، الآن حامل وعندهم ولادة، الولادة طبعا قيصرية. هلا هدول بيكون في عندهم تشوه بالاعضاء التناسليه الخارجيه، بيكون المهبل والاحليل مفتوحين على بعض، والبظر بيكون عندهم حجمه كبير، لذلك بيظنوا انه هذا ذكر وبيربوهم على انه ذكر. تدبيرهم الجراحي هو فصل المهبل عن الاحليل وتصغير القضيب ليصبح بظر شبه طبيعي. نعم.
دكتور قبل ما يدهمنا الوقت كتير ضروري اليوم يعني عم نضوي على نقاط كتير مهمة، ولكن دائما القصص أو التشوهات أو أي شيء خارجي هو يمكن نركض لحتى نداوي أكثر من الداخلي. الجنين ما رح يعرف أو البيبي الصغير ما حيعرف يعبر عن وجع عن أي ألم عم يتعرض له أو أي حالة خاطئة، وفي كتير من الأمهات للأسف هن بيجهلوا إنه هن يشيكوا على مناطق محددة بأجسام أطفالهم، وأكيد ما رح يعرضوا أطفالهم أو يخطر لهم بالسنوات الأولى من عمرهم أنه يعرضوهم للإيكو حتى يعرفوا الأعضاء الداخلية هل فيها تشوهات أم لا. اليوم نحن كأمهات كأهالي شو هي أبرز النقاط يلي لازم نحن ننتبه لها لأطفالنا، ننتبه لأول ما يخلقوا أو حتى بأعمار متقدمة؟ شو نعمل نحن؟ كيف بدنا ننتبه أنه في تشوهات ولازم نحن نروح على طبيب؟ اليوم بعتقد ما في طفل بيولد إلا عم يشوفه طبيب أطفال. فالمفروض يعني مسؤولية طبيب الأطفال صحيح. ونحن عتبنا بصراحة الكبير على المراكز الطبية وعلى أطباء الأطفال اللي أحياناً بتفوتهم هذه الأمور صحيح. ولكن مثل ما تفضلتي في الأم فينا تكشف كثير من المشاكل مثلاً فوهة البول اللي هو نحن رحنا للمشاكل المعقدة، في مشاكل أبسط بكتير عند الذكور. الفوهة البولية قد تكون أحياناً ضيقة بشكل شديد جداً والطفل يتبول بشكل قوي جداً والأهل بيفرحوا بظنوا أنه هذا طبيعي، وهو تضيق بالصماخ البولي اللي ممكن أحياناً يسبب مشاكل بولية داخلية كبيرة، فهي لازم نلفت نظرها. مثلاً الموقع غير الصحيح للفوهة البولية، يعني دائما منشوف ولازم اي بني ادم بيعرف انه الفوهه البوليه بتكون بمقدمه القضيب، وقت بتشوف في الفوهه بمكان مو هالمكان لازم تراجع فيه الطبيب. مثلا موضوع الصفن، موضوع كيس الصفن كتير مهم انه هي تشيك دائما الخصيتين موجودتين ويكون الصفن متناظر عند الذكور. وقت بتشوف انه في احد الطرفين خالي ما في خصيه فمعناتها الخصيه هاجره لازم تراجع فيه الطبيب. طبعا موضوع الانتانات البوليه، موضوع قله حجم البول، موضوع عند الاطفال الاكبر تعدد البيلات ما في الام، احيانا ما بيكون مترافق بالام دائما، واحيانا الطفل بالاعمار الصغيره ما بيعبر عن الألم، قد يكون العرض تبع الإنتان البولي هو حرارة أو ضوجان أو عدم نوم أو صحيح. أو إلى آخره. فهالأعراض هي لازم تلفت نظر الأهل، يراجعوا فيها الطبيب، يعملوا على الأقل تحليل بول، على الأقل إيكو. الإيكو ما هو أشعة، هو ما بيعرض الطفل للأشعة، فهو إجراء بسيط سليم. باليد الخبيرة بيكشف كثير من تشوهات الجهاز البولي الداخلية و بيحرض الأهل والطبيب أنه يتابعوه ويحلوا لمشكلته بشكل كامل. دكتور عدنان دائما الوقت معك بيخلص بسرعة، بس دائما بنكون سعيدين بوجودك لأنه دائما في معلومة طبية مفيدة مستفادة منها. متشكرك بالختام على وجودك معنا الدكتور عدنان حسامي، أخصائي جراحة أطفال وجراحة جهاز بولي عند الأطفال. شكرا كثير لك. الواقع كل يعني نقطة من هدول وكل عنوان حكيناه هو عبارة عن أحيانا موضوع لكتاب صحيح. الجراحة البولية عند الأطفال إلنا معك أكيد. فبس نضيء هالموضوع ونلفت نظر الأهل إلى متابعة الأمور صحيح. مع طبيبهم مشان ما يفوتهم شيء بالوقت أكيد. وبالحالة الوضع الاقتصادي الصعب يمكن في كتير أهالي ما نون قادرين يروح يتوجهوا إلى الأطباء، فكتير مهم أنه اليوم نعطيهم معلومة لحتى ينتبهوا ويتوجهوا بأسرع وقت إلى الأطباء أو المراكز صحيح. الطبية. شكرا كتير لك دكتور عدنان. شكرا كتير وناطرينك بحلقات جاية أكيد. شكرا كتير.